مرحبا مشاهدينا ولا أطيب يوميا معكم، ودائما الدايتيشن ببداية الحلقة بيعطوكم أفكار حلوة كتير. ضيفتنا اليوم، أهلا وسهلا فيك ناتالي تابوجيون، ضيفتنا اليوم. واليوم كمان رح يكون في عنا موضوع كتير مشوق عن الأفوكا، يعني الأفوكا بالسلطة، الأفوكا بالعصير، الأفوكا بالطبخ، الأفوكا بالصلصات، وقديش في نسبة الدسم، وقديش في عنا بتخاف منه، ويمكن له حسنات وله سيئات. أكيد رح نتناول الموضوع بخلال فترة 10-12 دقيقة نحن وياك ناتالي. بس طبعا نحن في عنا كمان طبق من الأول كمان دخلوا الأفوكا اليوم، وأكيد رح شوف المكونات ونعود معك ومع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك ناتالي. خلينا نشوف المكونات ونعود معكم. مكونات باذنجان مع صلصة الأفوكا. باذنجان دعبل عدد واحد، أفوكا عدد واحد، بندورة عدد اثنين، بصل عدد واحد، حسطوم عدد واحد، ربع باقة كزبرة خضراء، ربع كوب بارميزون مبروش، ملعقة كبيرة عصير حامض، ملعقة كبيرة زيت الزيتون، حامض الزينة عدد واحد، برتقال الزينة عدد واحد، أوريغانو رشي، ملح حسب رغبة، وفلفل حسب الرغبة. ناتالي، بما انه اليوم نحن بلشنا بالافوكا، عندنا حبه هالافوكا الخضراء الطيبه، دائما الافوكا لازم تكون جامده ومستويه تنتلذذ فيها لكل شيء. هلا طبعا اذا كان مستوي اوفر فينا نستعملها للبوظه، خاصه هالقلب نشوف شكلها للافوكا بنحس مثل كانه النخاع الراس، يعني في قصص كثير فيها. هون نحن عم نقشرها بهالطريقه، عم نضرب السكينه، وطبعا هون فينا بدنا سكينه صغيره، هي في مرات فينا نقشرها بواسطة اليد، يعني حسب هي نوعية الأفوكا. يعني إذا قشرناها بواسطة اليد نضلنا محافظين على شكلها أرتب. بس نحن طبعاً اليوم نحن نفرمها، بس هيك معلومات مثل ما بقولوا عامة للمشاهدين، هيك في حال إذا كنا بنعملها سلطة بيطلع شكلها كاملة متكامل. وأكيد هون كمان بنفس الطريقة، يعني اليوم بما أنه نحن بموسم الأفوكا بنتوفق بأفوكا طيب. كل شيء بموسم وأطيب. صحيح. ناتالي، شو بتخبرينا عن الأفوكا؟ بنحكي شف اول انت بتحبي الافوكا؟ اكيد. عصير يا مام مع صلصه؟ كل شيء، مع السلطه والبوظه طيبه كمان. اكيد. اوكي، بنحكي اول شيء شف عن الكالوريز تبع الافوكا، لانه بس يسمعوا افوكا العالم بينقذوا من الكالوريز تبعها. مزبوط، بيقولوا كله شحم ودهن هيدا. مزبوط. بكل 100 جرام شف افوكا، يعني تقريبا هن ثلاث حصص. اوكي، هن بناخذ الحصه هي 30 جرام تقريبا. أوكي. بال 100 جرام عندنا 160 كالوري. اوكي، من هال 160 عندنا 15 جرام دهن. اوكي، 12 منهم دهون غير مشبعه، هي الدهون الصحيه. وعندنا 3 جرام دهون المشبعه، اللي هي الدهون اللي احنا لازم نخفف منها، ما ناخذها بكثره. اوكي، عندنا 9 جرامات نشويات فيها. أوكي. 7 منهم الياف فايبر، يعني هن بشكله تقريبا 23% 28% من الالياف اللي نحن بنحتاجها يوميا، يعني فيها كميه الياف عاليه، وفيها جرامين سكر وجرامين بروتين. هالشغله الحلوه شاف بالافوكا انه فيها اكثر من 20 نوع فيتامين ومعادن، يعني فيها الكالسيوم، فيها الحديد، فيها البوتاسيوم، وهم نسبه انه فيها بوتاسيوم اكثر من الموز. يعني حتى اللي المريض الكلى او اللي بغسل الكلى لازم ينتبه على الافوكا، لانه فيها بوتاسيوم اكثر من الموز. فيها الفيتامين البي على انواعه، البي 6 البي 12 اللي هم كثير مهمين، في الفيتامين اي، الفيتامين سي، الفيتامين دي، يعني في عنا فيتامينات ما بنلاقيها وين ما كان، موجوده بالافوكا. وبنذكر شغله شاف كمان انه هي ما فيها كوليسترول. في عالم بفكروا انه فيها دهن فيها كوليسترول. مزبوط. كل شيء نباتي ما فيه كوليسترول، فهذا نشدد عليه انه ما فيها كوليسترول. وما فيها ملح كمان شاف. ما فيها ملح. ما فيها ملوحات. حلو كثير. هون نحن استعملنا الباذنجان ناتالي، حطينا ملح والفلفل، واكيد جهزنا مقلات الجريل حتى اليوم عندنا نشوي الباذنجان. اليوم رح يكون في عنا طبق كثير طيب وكثير سهل وكثير شهي بنفس الوقت. رح نستعمل نحن باذنجان مدعبله، ملحناها بهرناها، مقلات ممكن مقلات عادي او مقلات من الجريل، حطينا زيت الزيتون، وبدنا طبعا هال الباذنجان نعطيها كلر او كدرياج، يعني نطبعها هيك تطلع مزيحه مثل المشوي. واكيد رح نعمل اليوم صلصه من صلصه الجواكامولي او صوص الافوكا اليوم، ونزينها مع البرتقال وعصير الحامض.
يعني هي شكلها اليوم هاي الأفوكا ما معقول شو طيبة، لكن انتو عم تقصيها بتحسي الأفوكا شهية، ليك هالمنظر ناتالي قديش طيبة، هيك بتكليها بشهية عم تكليها قديش طيبة مع صوص كوكتيل مع الأريديز مع الخس، حتى إذا حطيناها مع الموز والحليب والعسل أو سكر بالبلندر قديش بيطلع طعمته طيبة مثلا، وقشطة وشوية عسل ولوز، في أحلى من الأكل. كل شيء حلنا طيب هون. لكن احنا عندنا الأفوكا عم نقطعه إلى شرحات مستديرة، أكيد رح أرجع أضيف البصل والثوم الكزبرة، أنا رح أستعين هون بواسطة مكنة الشوبر أو المطحنة حتى نطحن هالصلصة ونضيفها على الأوبرجين أو الباذنجان اللي عم ينشوى. عظيم. قد إيه لازم ناكل منه يومياً ناتالي؟ نحن نكتر يعني قد إيش لازم تكون حصة الشخص مثلاً؟ يعني حصة الشخص هي مثل ما قلنا 30 جرام شاف، يعني ايه. بتطلع للأطفال كمان نفس الشيء؟ كمان نفس الشيء، الحصة هي حصة للكبار ولا للصغار، هي 30 جرام تقريباً، يعني بيطلع لنا تقريباً 40 كالوري بالحصة. أوكي. بس ما ننسى إنه فيها دهون كمان. عندك فكرة شاف عن المنافع تبع الأفوكا؟ لا شو بتفيد؟ في منفعة بتنصح؟ لا قبل عم نحكي عن المنافع، هذيك بالأضرار. المنافع تبع الجود فات يمكن فيها صح، انه هي بتعلي الكوليسترول المنيح. اوكي. بتوطي الكوليسترول العاطل ال دي ال، بتوطي الكوليسترول ال دي ال والتريجليسيريد، وبتعلي ال اتش دي ال يلي هو الكوليسترول المنيح. اوكي. عندنا ثاني شغله انه هي بتحسسنا بالشبع لانه عاليه بالدهون، فبتعطينا يعني بتحسسنا بالشبع لفتره اطول، يعني غير ما نتناول فواكه انواع غير فواكه هي بتحسسنا بالشبع اكثر من مثلا التفاح الليمون لانه فيها كميه دهون عاليه. ثالث منفعه شاف انه هي لانه فيها الدهون الغير المشبعه هي صحيه للقلب. للشرايين القلب كثير صحيه. اوكي. ومثل ما قلنا فيها معادن وفيتامينات، فيها 20 نوع، يعني هي غنية بالفيتامينات وبتعتبر مغذية. أوكي. غير انها هي مغذية، هي فيها فيتامينات ومعادن صحية شاف. هي بتساعد على امتصاص الفيتامينات مع الأكل اللي معها، مثلا مع عم تخلطها أنت مع الباذنجان تنقول، بتساعد انه الجسم يمتص الفيتامينات اللي بقلب الباذنجان. اوكي. غير في دراسات شاف معمولة. نعم. بقى نحكي عنهم. مثلا في دراسه عملت فرضت انه الناس اللي بياكلوا افوكا بانتظام يعني يوميا وطي عنهم ال دي ال والتريجليسيريد 20% والله بعد شهرين من انه عم ياكلوا افوكا كل يوم، وعلي ال اتش دي ال 11% الكوليسترول المنيح عالي 11%. حلو كثير. في دراسه ثانيه شاف كمان فرضت انه الناس اللي بياكلوا 3 مرات افوكا بالجمعه بخف الريسك الكانسر عندهم. بس بعد بدهم دراسات اكثر تحددوا اي انواع الكانسر، بس فرجت الدراسات انه عامه بخف الكانسر عندهم. وفي دراسه كثير هيك حلوه عاملين عن المي الزرقاء شاف. انه كمان الناس اللي بياكلوا افوكا بتخف عنهم ريسك انه يصير عندهم مي زرقاء. مي زرقاء بالعين يعني؟ مزبوط. عظيم عظيم. نحن هون اكيد رح نطحن الافوكا، هون عندنا الباذنجان، حطينا نحن هون ناتالي الافوكا العصير حامض وزيت الزيتون، ضفنا البصل وبصله صغيره طبعا، بندوره مقشره، حص ثوم، كزبره خضراء، واكيد الملح والفلفل حتى تعطيها النكهه الطيبه. هون لكن نحن عندنا الملح والفلفل، واكيد بدنا نطحنهم ناتالي هون لانه نحن عندنا الغطاء الأفوكا، لاحظتي هون كيف؟ الشوبر كثير بتسهل علينا قصص. بنرجع. صار عندنا صلصة غير شكل مفيدة. أكيد. هون كنا نحن عم نطحن الأفوكا بهالطريقة. عظيم، شوف عندنا هالصلصة الشهية الطيبة. هون إذا في حال بعد واسطة الملعقة. حتى لا هي تنطحنت مزبوط، بس متاكد احسن ما يبقى شيء شقفه دائما. هلا فينا نعملها بالسكين، بس نحن يفضل هيدي اسرع واحسن لست البال. هون لكن نحن هون الافوكا لكن صار عندنا جاهز، والباذنجان كمان. هون بدنا نبلش نجهز جات السكب. ونصيحة أخيرة ناتالي، شو بتنصحينا عن الأفوكا؟ كثير مهم شاف ناخذ الأفوكا ما نكتر معه العسل أو السكر، لأنه هو اللي بينحسبوا كالوريز، الأفضل ناخذه لحاله، ناخذه بالسلطة، نعمله مع صوص حامض، صوص خل، ما نكتر كثير المايونيز بالصوص، كرمال نضل محافظين على الدهون الصحية اللي بقلبه، ما نخلط فيها دهون غير صحية.
عظيم. هون احنا بما انه عندنا كمان هالافوكا والباذنجان، صار في عندنا هون لاحظتي كيف الباذنجان اول شيء نحن ما قليناه، شويناه شوي فبيطلع عندنا منظر الباذنجاني. شفتي كيف نتالي هون منظر شهي جدا، واكيد الباذنجان اليوم معودين نحن ناكله مشوي او مع مقلي، بس اليوم رح نعطيه بنكهه مميزه. هون عندنا الصلصة اللي جهزناها، واكيد رح نزين نحن بالليمون تنعطي كمان هيك منظر، فينا حتى نستعين كمان بالليمون والحامض نتناولهم بهالطريقة، البرتقال والحامض ترونش كامل. وهون كمان احنا فينا نزين كمان بالكزبرة الخضراء حتى تعطي هيك منظر كمان، بما انه هذا الطبق بيتناسق معه. الورق الأخضر طريقة سهلة وسريعة. وهون نحن عندنا الأفوكا مبدئيا الصلصة لازم تكون بهالطراوي حتى نمدها هون، إذا تناولنا نحن لاحظنا كيف بقلب الأفوكا رح نتلذذ. نتالي ملاحظة قديش هالجو رح يطلع مميز جدا. رح ناكل اليوم نكهة الباذنجان مع هالصلصة الطيبة، حنتلذذ فعلا بمذاق رائع. هون كمان اذا اخذنا شاف معه شقفة ستيك او سفينه كمان بيطلع طبق رائع جدا، طبق كامل لنا مظبوط طبق غدا يعني نتلذذ. يعني كمان مش كل العالم بحبوا الباذنجان، فكمان هالصلصه الطيبه بضلوا كمان حتى اذا حتى مع الليمون، اذا بدقيها مع الليمون كمان بتعطي هالنكهه الطيبه. وهون هيك رشة أوريغانو حتى يكون عندنا الطبق جاهز، وأكيد اليوم نكهة جديدة وطبق من الباذنجان مع صلصة الأفوكا، خاصة الأفوكا. إذا كمان ملاحظة إذا ما نستوي كيس نايلون تفاحتين نلف الأفوكا بجريدة ونسكرهم يومين ثلاثة بيستوي عندنا الأفوكا ونتلذذ بطعم الأفوكا الصحي اللي اليوم فيه جود فات ويكون مفيد لجسم الإنسان. شكرا لك ناتالي تابوجيان، دائما معلوماتك حلوة وإطلالتك كثير نعمة معنا، وهيك اليوم طبق كمان بيشبهك بين الشقر والسمار والخضار، فهالطبق كمان اكيد معزوم على الغداء من بعد الحلقه عنا اليوم. واكيد مشاهدينا بنقول لك شكرا ثانك يو. رح يكون كمان عنا طبق شهي جدا مع الشيف جورج ديبس، انطرونا. وعودة من بعد الفاصل وكمان ضيفنا للي بنحبه كثير الشيف جورج ديبس، طبعا من المينا طرابلس الى بيروت، دائما بدنا نعذبه ثلاث ساعات على الطريق، شو بدنا نعمل قصص ما نعذبه في ابو جهاز طراد بيروت. اهلا وسهلا فيك شيف جورج، فانا شكرا على زياره الماضي اللي عندكم على المينا، انبسطنا كثير بزياره هالرصيف الحلو البحري وبطيبه هالشعب الموجود فوق، وتحيه كمان لاهل المينا واهل طرابلس كلهم. شيف جورج تحيه باسمي كمان حبيب القلب. شيف جورج انت طبعا حضرنا اليوم كلامار مشوي، اكيد ما احنا عم نحكي على رصيف البحر، على رصيف صيدتهم جبتوا معنا جبنا الكلامار حلو كثير. احنا عم نعمل طريقه كلامار لانه على طول في ناس بيسالوا كلامار كلامار مقلي مقلي مقلي، لا بنغير بنعمل مشوي. وأوقات بيكون مثل العالم عم نعمل طريقة بس بتكون كتير طيبة ومشوية بصلصة كتير كتير مهضومة وهينة. أكيد عظيم. لكن نحن بنشوف المكونات شيف جورج، طبعا كالامار اللي هو من محببين كتير من الأشخاص اللي بيحبوا السمار البحرية، وأنا كتير طبعا محبوب طبعا بالنكهة وطعمه ولذة. في كمان الحبة الصغيرة مشوية على الفحم، في الصغيرة وفي حبة كبيرة اللي هون حنحشيها كمان، لا حنشويها شوي بس حنقصها طريقة كيف حد. عظيم، خلينا نشوف المكونات ونعود معكم ومع شيف جورج. مكونات كالامار مشوي، نصف كيلو كالامار، حامض عدد واحد، برتقال عدد واحد، ربع كوب ورق كزبرة، نصف كوب زيت نباتي، ملح رشة، بهار أبيض رشة. أما صلصة الكالامار، فليفلي خضر عدد واحد، فليفلي حمر عدد واحد، ربع كوب زنجبيل، حص ثوم عدد ثلاثة،
حر أحمر عدد واحد، كوب ماء، ملعقة كبيرة سكر، ربع كوب خل التفاح، نصف كوب عصير حامض، وربع كوب صلصة السمك. شيف جورج، صلصة السمك نعم بنشرح عنها شوي، انه اليوم بيسألوا كثير المشاهدين شو هي صلصة السمك بنشوفها بالماركت. هي بس في ماركت مكتوب عليها فيش صوص. فيش صوص، فيش صوص، هي معمول من السمك المدهن، دهن السمك بينعمل منه هالليقيطة يعطيها الطعمة، بس يمكن شمينا ريحتها ما مليئة لذيذة، بتحسها قاسية كثير ريحة السمك القاسية اللي فيها. اوكي، بتستعمل كثير بالمأكولات البحرية. اها عظيم. يعني انا مبدئيا في لها نكهة، بس انه طبعا فينا نعدي بها، هي بتكون مالحة كمان، مالحة شوي، انتبه انه ما نملح زيادة. عندنا هون نحن شيف جورج الكالمار، كالمار طبعا عندنا الكالمار اللي بنجيبه منظف جاهز يكون الابيض، نشوف طريقه كيف بنقصها مشان بس نشويها تلف على بعضها. ايوه، بتصير مثل كانه كالمار صغير. هون نحن بنستعمل سكين صغير، انا اهم من فينا نستعمل سكين موجود، المهم تكون مسنونه معنا هون، يعني نحن مثل عمليه جراحيه. شيف جورج صارت اوكي، ها بنقصها صارت شقفتين. عظيم. الطريقه اللي بدنا نعملها فيها هي بدنا نشرحها بهالاسلوب، تعطي شكل، تعطي بس وقت نقص المانجا مثلا، اذا قصينا مانجا 100% بس نقصها، بنقصها هيك ايدنا مشتوره شتر ما دغري، بنقصها هيك لتشوف كيف علمت. ايوه، نرجع بنقصها بالنص، نرجع بنقصها بالنص، نحطهم ننقعها شوي. اوكي، مع المواد العطرية مثل ما قلنا، بنحط الحامض، بنحط الليمون، بنحط ورق كزبرة طبعا، منكهات دائما لازم يكون سمك، اذا ما كان في نكهة كثير بنروح على مطاعم مرات بنلاقي انه طعم السمك لذيذ وطعم السمك ما له طعمه 100%. هو كمان قد ما كان يكون، بس يكون طازة بيكون افضل كمان. صح، مشان هيك النكهات كثير كثير مهمة بالاكل، وبالاخص مع السمك. نشوف هون كيف كمان عم نقص. هلا نحن عم نزيحها شيف جورج لحتى اول شيء تنقع مزبوط، تخرق فيها الصلصه تنقع وبس، ويطلع شكل جميل. بس نحطها على النار تصير بتلف على بعضها، ما تعملش تطلع كشكل يعني. أيوة، طعما وشكلا يعني بتخترق النكهه لجوا، وبنفس الوقت نحن عم نشويها بنكون عندنا كمان هيك منظر جميل بيطلع، طريقه كثير حلوه وكثير سهله مشاهدينا. 100%. واكيد هي معلومات دائما ولو بشيء قليل، يعني فيري سامبل مثل ما بقولوا بالانجليزي، شغله كثير متواضعه. هي شغله بس مشان تقدر تلف معنا على النار بس، هي اكثر شيء بتصير بالطعم فيها اكثر واكثر. حلو كثير، يطلع هيك مكتفى مثل ما قلنا. هون بنحط الحامض المقطعينه. اوكي، كطعمه. بنحط الليمون، يعني هون صار مثل تتبيله الشاورما شوي. شو كم ورقه كزبره خضراء بتعطينا عنك؟ ها شوف، بدي اعزك شويه ملح، يلا، وزيت نباتي. زيت نباتي و الملح. تفضل شيف جورج. اوكي اوكي، هون شو عم تطلع؟ بهار ابيض. اوكي، هون بهار ابيض، هون كمان ملح، ونحط اوكي. في شيء غيره بدنا ما تنقع هلا؟ لا، هيدي اللي بنقع، بننقعها فيها نحطها بالبراد اذا كترناها لزيت. قديش؟ ايه، بتضاين ثلاث ايام بالبراد، بس المهم نغطيها زيت تغطيه كله، بنغطيها بالنين واللازق، نقطع عنا الهواء بالزيت النباتي. بتضاين ثلاث ايام بالبراد، ما عندنا مشكله فيها. اوكي، هون اوكي الملح هون، ها عم نطحنه. عظيم. اذا بنعمل اقل شيء ساعه بنقع منيحه شيف جورج؟ فينا نقع، هي اكثر شيء انه هي عم نحط نحن هون مواد عطريه بس ساعه مبدئيا، ساعه ساعتين بتكون تاخذوا الاساس، بس خليته يوم يومين ثلاثه. هلا هون صاروا جاهزين، بنحطهم بالبراد. عظيم. بدنا نعمل الصلصه تبعيتها اللي بس نشويها، نحط الصوص فوق دغري هي وعليها. بهالوقت نحن شيف، قبل ما نبلش بصلصه الكالمار رح نروح على فقره اسرار المطبخ. اليوم نعطيك سر تستفيد منه شيف جورج، خلينا نشوف. ومنكم نستفيد. بفقرة أسرار المطبخ مشاهدينا، اليوم رح نعلمكم كيف منحافظ على الكزبرة بالفريزر بأكياس النايلون خاصة للموني. عنا نحن كيس النايلون طبعا بالفتحة الخاصة، عنا الكزبرة الخضراء هون موجودة، نحن غسلناها كتير منيح ونشفناها وبدنا نفرمها. نفرم كزبرة المغسلة والمنشف منيح، من ثم بنجيب الكيس نحط الكزبرة
نسكره كتير منيح. نسحب منه الهواء. بنحطه بالفريزر بهالشكل، وهيك بنحصل على الكزبرة وقتها نحن عايزينها. والكزبرة الخضراء مشاهدينا بس نحطها بالفريزر، فينا نستعملها ساعة اللي بعدنا، هيك بكون عندنا كزبرة مفرومة جاهزة لحين الاستعمال. شايف جورج عم تضحك، قصة الكزبرة أكيد تعملها بمطبخك أنت. أكيد كل إنسان بيعملها. إيه بعرف إنه مرات مش متوفرة على الكزبرة الخضراء. طب بالبيت، بالبيت كل ست بيت بتعملها يعني. حتى بالماركت صار في اليوم أكياس كمان كزبرة خضراء مفرومة إذا في حادثة البيت ما بدها تفرم، وكثير تنقصنا ببعض هي مشكلتها بس نحط بالفريزر بتصير بتسود، بس نشتغل فيها بتسود مش هيك بس كون يعرفوا فيها بس. لليخاني مبدئيا. لليخاني بيمشي حالها، بس إذا بدهم إياها خضرة ما حتضلها خضرة. أنا بضلها معي خضرة، ليش أقول لك؟ بتضلها خضرة. عظيم شيف جورج، لكن نحن قبل ما نروح للصلصه او نروح للصلصه نعمل صلصه الكالاماري بدها وقت كثير او نروح لبريك؟ لا دغري بنعملها، ما بدها وقت، بدنا نضربهم كلهم على الميكسر هون مع بعضهم، بنقول عنهم طيب. المكونات يلا هيدا ذكرنا نحن المكونات هون نحن، لكن حطينا الفليفله الخضراء اللي ذكرناها بالمكونات، والفليفله الحمراء طبعا فليفله حمراء، زنجبيل عظيم، زنجبيل طازه قشرناه قطعناه هون، الثوم اوكي على الثوم، هاي خل التفاح، خل التفاح هو صلصة السمك هون عنا، خل التفاح، صلصة الفيش ستوك للسمك، فيش صوص، عصير الحامض، عصير حامض طازة، وهي المي للي ما عنده، طبعا للي ما عنده فيش صوص في حط شوية مرقة سمك، مرقة سمك بيمشي حال صح، هيدي مي مي عادية اوكي، كلهم جرجير يا رب كلهم ايوه اوكي عظيم، وملعقة شوية سكر، سكر شو بيساعد السكر؟ سكر هون لأنه مثل ما قلنا سكر أسمر، فيش صوص قلنا عنه كتير مالح، السكر هون مشان خف ملوحته شوي، أيوة بدك ملح شي نحطهم شوي صغيرة ملح وبهار أبيض هون ملح؟ كتير وشوية بهار أبيض، وهي بهار أبيض عظيم، نحن بهالوقت أكيد نحن نطحنهم تحت الهواء، نطحنهم كلهم على الميكسر بهالوقت، نحن بنكون رحنا لفاصل حتى ما نطش المشاهدين بصوت الماشين ما كنا، فرح نروح لفاصل ونعود معكم بعد قليل. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، وأكيد طبق الكالامار مشوي الصلصة اللي هون نحن طحنناها بهالشكل صارت جاهزة، أكيد شفتوا نحن حطينا الفليفلة والبصل اللي ذكرناه طبعا صح. شفتوا كيف انطحنت بطريقة طعم كتير. شايف جورج عم تقول لي البروديوسر شايفتك على الكاميرا ضعفان، قلت له انا لا ما تصدق انا شايفك نصحان عن اخر مره، ضعفان 3 جرامات 3 جرامات هيدي بس يا شباب بيمشي مشيتك بده يضل يضعف، اكيد بدنا ننصح هيدا على الاسود بضعف بس على الاسود بعدين دري ما تنغشي هو ما لنا ضعفان عظيم هون نشوف هون الكلامار بالطريقه كيف عم بنشوف فيها كيف بيشد على بعضه بصير بيبرم، مشان هيك اللي كنا عم نحكي على القصه نحن اصلا ليش بدنا نشرح التشريح نشوف كيف عم تلف طبعا احنا ايوه بتلف لحالها صح. وحتى الشكل بيطلع جميل جدا بيطلع جميل جدا صح نشوفها كيف دغري على النار بتلف من دون ما نعمل شيء ها مثل ما شايفين هي بحساسة شيف جورج حساسة من تحت ايديك ها ايوه دغري دغري ايه خاصة النقعة والطعقة وهي القصص هي مثل الجيلاتين والكالمار انا بحبه كثير هو الكالمار يكون طازة ونشوي على الفحم صح ونتلذذ بطعمته ما في اطيب منه نشوف هون الطريقة كيف عم ينشووا اهم شيء نحن عنا بالصوص بتضاين عنا شهر اذا بدنا بس اهم شيء بس ما نحط الصوص معه نخضها مزبوط لكن شيف جورج اكيد بدنا نقلبه نحن دائما تقليب مستمر حتى صح. الكلامار تاخذ اللون المطلوب يا سلام اليوم نشوف كيف بنكب منها ميطه هي بتقول انا هي من هي الياف الكلامار بنشوفها كيف اخذت هالالوان كلها خاصه الجريل الحامي طبعا طلعت الجريل صح هون بدنا نحرك شوي الصوص مع جورجي هون لا ما بي بس اهم شيء هدول يكونوا بأمينه ايه بأمينه تنفضى بأمينه مشان نقدر نفضى لانه بس يستوي الكلامار بنحط شويه صوص ما كلهم شيف اوه هون بنحط مع المقلي تقريبا تيصير على نص الكلامار عظيم هون لكن احنا جهزنا طبعا صحن السكر و صح هون شو عنا هذه الصلصه هون عندي شويه زبده هون بدي احط هلا معها شويه زبده تعطيها هاللمعه وتعطيها يلا نحن وقتها صار شيء نحط صوص شيف شيف جورج اوكي اوكي تمام ونحط لها الزبده فوق منهم يا عمي هذا
زبده سائله طبعا احنا حتى تاخذ هالنكهه الطيبه. يا سلام، هون طبعا نارويه شعلانه، صح هون طبعا الحراره بتعقد الصلصه منها وفيها كمان 100%. هي وبتاخذ من خواص الكالمار. نحن حطينا مي شايف هون كمان مشان بس نغلى معها مزبوط تروح المي يضل عنها النكهه المزبوطه، لانه هلا انا عم اتبخر عنها، بتبخر عنها الاكثريه هي المي، بضل في صوص موجود فيها، العصير الحامض بيكون بضل هالطعم موجود فيها للكالمار. فمشان هيك هلا الكالمار بيكون صار جاهز تقريبا، قد ما فينا نغليه حتى نستعمل الصوص، تكون الصوص معنا. صح، نحن صلصه السكر نحن هون اكيد، او صحن السكر صار فينا نسكب هلا. عظيم، اوه هون كان الكالمار طبعا، فيكم تزينوه بالبرتقال، تزينوه بالحامض، باكليل الجبل، بتزينوه بالزعتر الاخضر. صح، هون لاحظنا كيف التقطيعه كيف كان، كيف كانت مبرومه، عندنا شقفه كامله كيف صارت مبرومه الكالمار، صار عاطي بورسيونات بعدين شكل شهي، واكيد هالصلصه اللي شفتوها تعلمتوها اليوم. صح، كمان رح تعطيها مذاق رائع جدا، مش على طول دائما حط حامض وزيت زيتون، طبعا بننوع دائما. اوكي، هون الصلصه انا الصلصه صارت جاهزه كلها، بنشوفها كيف عم نحط عليها كلها، هي عم تغلي. وانا بما انه بحب الفلفل الاسود شيف جورج، اسمح لي نشيل لها رشه فلفل اسود هيك. هلا هي اكيد، يا سلام، هون احنا زينا باكليل الجبل، زينا بشويه اكليل الجبل، كمان عندنا اليوم باذنجان مع صلصه الافوكا، لان انعملت اشياء اطباق سهله مشاهدينا سريعا، كمان ممكن هات عن نتناول الكالمار مع الافوكا، يعني بيكون عندنا اليوم وجبه رئيسيه مؤلفه من طبق اول وطبق ثاني، واكيد الفواكه والحلو عليكم اليوم. شوفي كيف الكالمار طالع عظيم كثير حلو، وصل لديتك شيف جورج دبس. وكمان مجددا تحيه لاهل المينا واهل طرابلس، مجانا تحيه من قلب القلب، وخاصه تحيه للسندباد كمان وصلي. شكرا لك شيف جورج دبس، واكيد بنتمنى تشريفك مره ثانيه كمان دائما هيك باطباق لذيذه وشهيه وبتبيض الوجه ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا. لكن حلقتنا اليوم خلصت مشاهدينا، من لكم الف صحتين والى اللقاء.